أحدثت طائرات العدوان السعودي دمارا كبيرا في مديرية نهمة، وتعد منطقة مسورة في المديرية أحد شواهد الأضرار التي طالت السكان والقرية. ليس هذا الدمار نتيجة حرب أهلية أو نتيجة كارثة طبيعية، بل هو نتاج غارات طيران العدوان السعودي الذي جعل من قرية مسورة بنهم مكانا خاويا من البشر إلا ما ندر. نقول لك الله كله خير، ما فيش معانا وضع خيار اخر فنروح. هذه بلادنا وهذا مزارعنا، ما نقدر نعيش الا على مزارعنا على ارضنا. فنروح ننزح على المدينه، ايش نسوي في المدينه؟ ما بالله ما نعيش على قاتنا وعلى مزارعنا، يعني مواطنين دمروا ممتلكاتنا، دمروا كل ما يعني ما باقي معانا الا ربي. مسورة كانت السوق ويزورها أبناء نهم من كل القرى، تحولت إلى أطلال وتحول ساكنها إلى معوزين ونازحين، كون العدوان قد دمر مصادر أرزاقهم ومنازلهم بكل ما أوتي من إمكانات محرمة. هذا قرية تسمى قرية مسورة، وهي عدة محلات، يعني هنا الأشراف وهنا مسورة وهنا السوق حق مسورة، وأهلها قد نزحوا كلهم، أكثرهم من ضرب الطيران، استهدفوا المواطنين، استهدفوا البيوت، استهدفوا الأسواق، ما تخلش ولا، يعني الناس نزحوا منها من الضرب، يضربهم هكذا ضرب عشوائي، مواطن لا في ذنب الشيء، فكوا بيوتهم، فكوا مزارعهم، فكوا الحين شوف فاكر فيه على ما هي الحين، ما عاد تشوف الا ربي الله، ربي الله، نزحوا الناس منها من ضرب العدوان الغاشم. استهدف القرى، استهدف المزارع، استهدف المناطق في نهمة أكثرتها، الناس نزحوا، الناس حرموا مزارعهم، الناس تهجروا، كلهم نازحين، ما مش من اللي ياكلوا بسبب العدوان هذا، دخل ودمر القرى، دمر المزارع، دمر كل شيء، قتل الأطفال، قتل النساء، أش في ذنبهم هؤلاء؟ الطيران من طالع وهم من نازل يشتوا يدخلوا صنعاء، أين صنعاء منهم؟ بعيدة عليهم، بعيدة عليهم، نهم خط أحمر مش مزلين منها ولا شبر. لم يكن الدمار الذي أقدم العدوان على تركه هنا أو هناك إلا دافعا للأبطال القادمين الجبهات بأخذ الثأر فيما يحصل، ويزيد من غليان دماء كل وطن غير على اليمن. رسالتنا للعدوان إن إحنا هنا عذاب الله لهم، ولازمنا صامتين ومرابطين، ونرسل لهم رسالة إن إحنا صواريخ الغضب الذي عن نحرق دماهم. الطريق إلى القرى والمدن التي في نهم لم تسلم من دنس الاستهداف بالطيران، كما لم تسلم اليمن كاملة من همجية العدوان الذي استهدف كل شرايين الحياة والبشر جميعا. هذه الأطلال في قرية مسورة بنهم شاهد من شواهد العدوان السعودي بأنه لم يبقي لها إلا هذا الخط الأسود لتسير عليه سيارات دون أن يبقيها سائرة بكل حرية من مسورة المدمرة تماما بنهم. محمد جميل، اليمن اليوم. في إطار الزيارات العادية تتجول كاميرا